مع انعكاس النزاع الروسي الأوكراني على مختلف أسعار البضائع وتوفرها في العالم أجمع، بالإضافة إلى تأثيره على الاستيراد والشحن عالمياً، ومع اقتراب الشهر الفضيل، نسأل ممثل قطاع الألبسة والأقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن حول الانعكاسات والتطورات. سيد أسعد القواسمي معنا عبر الهاتف، صباح الخير وأهلاً وسهلاً بك. صباح الخير أخت رانيا وللمستمعين جميعا إن شاء الله. نعم، بداية السؤال، هل فعليا أثرت هذه الحرب أو هل هناك أي انعكاسات على واقع السوق في الأردن؟ حقيقة بالنسبة للحرب القائمة الأيام هاي بأوكرانيا وروسيا، أعتقد أنه يعني لا ينعكس على الألبسة بصراحة، ممكن على مواد أخرى سينعكس، ولكن الانعكاس في بعض المراحل نحكي في عملية الشحن. الشحن بأوروبا قرب الآن على ارتفاعات يعني عالية جدا، ممكن يمس بعض الأصناف من الألبسة اللي بتأتي من أوروبا، ولكن كأسعار يعني عامة على الألبسة أعتقد أنها لن يتأثر. نعم. من ناحية الحرب يعني القائمة. نعم، وبالنسبة للاستيراد والتصدير، هل الحركات اللي احنا متعودين عليها مثل ما هي حاليا ولم تتأثر أيضا؟ يعني بتعرف احنا الاستعدادات من بداية شهر 3، يعني اعتقد انه مع نهاية شهر 3 راح يكون هناك استقبال رمضان، ستكون البضائع الصيفية جاهزة في جميع المحلات اللي موجودة في المحافظات والعاصمة، وهي عنوان وجهات المحل راح تكون الصيفي في بداية رمضان. بالفعل احنا يعني الاستعدادات تامة. الاسعار طبعا اذا حكينا انه بعيدا عن الحرب الاوكرانية، الاسعار راح تكون هاي السنة متفاوتة في هذا العام صراحة، وراح اكون شفاف انا، لانه هناك في يعني الكثير من الحديث حول انه التاجر بيرفع الاسعار او انه الاسعار سترتفع. لا، هناك عوامل يعني بصراحة هي التي تؤثر على السعر. تعرفي كما نعلم أن الأسعار هي تتبع التكلفة، والتكلفة تتبع المصاريف، فلذلك إحنا بنشوف أنه بالفعل يعني إحنا كألبسة اليوم مش سلم أولويات للمواطن، فالأسعار يعني أطمن كل المواطنين أنه راح حتى لو في تفاوت بالأسعار لن يلامس الارتفاع الحمد لله، ولن يشعر بالارتفاع. هناك عاملين في تفاوت الأسعار، يعني العامل الأول هو فرق الشحن، والشحن يعني السنة هاي بنشوفها في مراحل، مثلا عند مثلا الشرق الأقصى زي الصين والهند وكوريا. نعم. هناك ارتفاع رهيب بالشحن، يساوي 5 أضعاف الشحن ما قبل، فهذا بنشوفه في بلاد شرق آسيا. ولكن لو جينا يعني بنقدر نحكي انه البضاعة الصينية رح تصير ايضا يعني اسعارها اغلى، خلينا نحكي بلاش غاليه، يعني بنقدر نحكي هو التفاوت ما بين انه في سعر رح يطلع، لكن مقابله برضه في رسوم جمركيه نزلت وتعرف جمركيه نزلت، فلذلك احنا بنشوف انه التفاوت اليوم ما بين بلد شرق اقصى مثلا في ارتفاع بالشحن، لكن مصر وتركيا وكذا اقل ارتفاع شحنا، فبنلاقي انه اسعارها رح تكون اقل. كمان في هناك رانيا انه كمان عندنا البنود الجمركيه اللي نزلت والتعرف الجمركيه اللي نزلت، كمان رح تاثر الحمد لله على انخفاض بعض الاسعار، ولكن في نفس الوقت في بعض الاصناف لم يطرا عليها انخفاض في التعرف الجمركيه. فاليوم احنا بنشوف انه في تفاوت كبير ما بين صنف وصنف، وبين منطقه ارتفاع في الشحن ومنطقه لا يوجد عليها ارتفاع في الشحن. هذا العام راح نشوف فيه هناك تفاوت بالاسعار، ولكن انا يعني برسل رسالة اطمئنانية انه هناك فرق الشحن وفرق تخفيض التعرفة الجمركية لن يشعر بها المواطن، لذلك راح يكون هناك سعر ان شاء الله اقرب الى الثبات، وخاصة انه احنا بنعاني من يعني اسواق بصراحة يعني ضعيفة وقوة شرائية ضعيفة ومنافسة عالية، فهذا يصب كمان في مرحلة انه تثبيت السعر، لأن يعني المنافسة هي التي تجعل السعر يعني في ثبات أو تجعل السعر ينخفض إلى يعني مصلحة المستهلك. يعني إحنا بنقدر نحكي بشكل واضح إنه اليوم فعلياً هناك ركود في الأسواق الأردنية، وأنت أيضاً ذكرت حضرتك بإنه المرحلة القادمة هي مرحلة طبعاً الملابس الصيفية، هل هناك تفاؤل لإنعاش السوق ضمن القدرة الاقتصادية اللي إحنا اليوم نعرفها للمواطن الأردني؟ صحيح، نتأمل يعني انه، وبالعكس يعني احنا بنحب نشوف انه الاسواق ان شاء الله بتتحسن وبصير هناك في قوه شرائيه،
لكن المعطيات اللي احنا بنشوفها عاده عدم وجود السيوله هو عنوان رئيسي انه يكون فيش قوه شرائيه. يعني احنا عانينا من فتره كورونا كتجار ومواطنين من شح السيوله، لذلك احنا طالبنا انه يكون هناك في ضخ سيوله عن طريق البنك المركزي واعطاء مجال للبنوك في عمليه التسهيلات الى المواطن والتاجر، بالاضافه الى تاخير اقساط شهر رمضان نيسان وعمليه اعفاء الناس واعفاء التجار من اقساط البنوك في هذا الشهر بالذات بدون فوائد، بحيث انه يكون هناك في سيوله وتبقى السيوله داخل يد المواطن ويد التاجر في عمليه تدوير هذه السيوله وتدوير عجله الاقتصاد. لذلك هناك في مسؤوليه كمان يعني على الحكومه، بالاضافه انه كمان هذه البضائع التي ترتفع لدى المواطن مش بالضروره تكون البسه، يعني انها هي كمان تتدخل في تخفيض هذا العامل من الارتفاع في تخفيض الضريبه عليها او في اعفائها من الضريبه لفتره محدوده، بحيث انه تنعكس كمان ايجابيا على المواطن. نعم، اسمح لي ايضا استغل وجودك معنا واسالك فيما يخص قطاع المجوهرات، ما ان كان هناك ايضا اي مشاكل في هذا القطاع تحديدا بعد الانعكاسات الاخيره على الحرب. يعني حقيقة يعني سوق المجوهرات هو سوق عالمي ويعني يطبع عليه عملية البورصة العالمية، لذلك احنا بنشوف الارتفاع الرهيب اللي بيصير اكيد راح يحد من عملية شراء واقتناء الذهب الى اللبس او الزينة، ولكن هناك في راح يكون عليه برضه بيع بطريقة عالية جدا مما يسبب في حركة بيع على عملية الادخار او الادخار في هذا المجال. فبنشوف هناك في سوقين، سوق نقدر نحكي لللبس والزينة، وهذا شيء غير موجود حاليا لانه المواطن ما بيقدر يشتري عشان يتزين بهذه الاسعار العالية، وبالعكس بنشوف كمان في هناك بيع وشراء عالي على المجوهرات لانه كمان اللي كان مدخر هذه المجوهرات فرصة انه هلا يبيع. فبنشوف هناك في تفاوت كمان في عملية الطلب وعملية البيع والشراء على الذهب، وهناك طبعا الارتفاع يعني العالي للذهب هو عنوان انه الهروب الى المخزن الامن اللي هو المجوهرات والذهب. نعم سيد اسعد، بس هذا الارتفاع مستمر، يعني احنا خلال الفتره الماضيه ما عم نشوف انخفاض، عم نشوف فقط ارتفاعات في الاسعار، هل ممكن قريبا انه يرجع يصير السعر في متناول اليدين او الموضوع مرتبط بالتغيرات يعني العالميه؟ اكيد مرتبط في يعني محيط التغيرات العالميه. بتشوف اليوم عدم استقرار يعني عمليه الحرب في روسيا واوكرانيا بأثر كثير على تداعيات الحرب هذه، كان بشرق اسيا او باسيا او بالشرق الاوسط او حتى في امريكا واوروبا، هذا الشيء بيعمل على عدم استقرار، بالاضافه كمان العامل السابق اللي هو كورونا وعمليه يعني الازمه تبعت الفيروس كورونا اثرت كثير على عمليه تدوير الاقتصاد، وبشكل عام اثرت على حتى يعني المناخ الاقتصادي العالمي. يعني هلا اللي بده يتجوز ياجل شوي الزيجه يمكن هاي الفتره عشان الاسعار، ممثل قطاع الالبسه والاحذيه والاقمشه والمجوهرات في غرفه تجاره الاردن السيد اسعد القواسمه، شكرا جزيلا لك.